أعلنت حدائق المنتزه الوجهة الترفيهية المتميزة في إمارة الشارقة عن فتح أبوابها رسمياً أمام الزوار بعد أعمال التطوير لمختلف مرافقها. فإلى التفاصيل. بعد سلسلة من عمليات التحديث والتطوير التي قامت بها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق في حدائق المنتزه، أعلنت رسمياً عن افتتاح أبوابها أمام الزوار من خلال إضافة ألعاب جديدة تضفي المزيد من أجواء المرح والتشويق وفق أعلى معايير السلامة والأمان، لتمنح الأطفال والعائلات تجربة استثنائية في حديقتيها جزيرة الأساطير ومملكة اللؤلؤ. طبعا الحديقة تنقسم على شقين، الحديقة المائية والحديقة الترفيهية. الحديقة المائية الطاقة الاستيعابية لها 3000 زائر في نفس الوقت، والحديقة الترفيهية كما ذكرت 17000 زائر على مدار اليوم كامل. عندنا المرافق كاملة متوفرة من عيادات لغرف أمومة، عندنا الحمامات متوفرة، دورات المياه والمساجد متوفرة. الحديقة اليوم تعتبر نقلة نوعية في عالم الترفيه لمدينة الشارقة والأول على نوعها في مستوى الإمارة. وتتضمن جزيرة الأساطير 26 لعبة مستوحاة من دول مختلفة حول العالم، منها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والصين وهولندا، بالإضافة إلى تزويد مملكة اللؤلؤ ب35 منزلقاً، فيما تتوزع في المنتزه الأكشاك التي تقدم مختلف أصناف الوجبات الخفيفة والمشروبات والحلويات. أنا بشجع كتير، يعني أنا كتير برتاد على هذا المكان، هو حلو بس هلأ صار أحلى بالتطورات الجديدة اللي فيه، وبشجع بالجو الحلو وهلأ بجو الشارقة كتير صار أحلى، فبشجع الكل يجي لهون ويجرب هالتجربة. ألعاب حلوة جديدة وش اسمه مطاعم ومكان راقي وحلو وجميل، استأنسنا وايد. ولأن الشارقة لا تزال تتجمل بالجديد الذي يتناسب مع مكانتها كوجهة سياحية تجمع بين أرجائها مختلف الثقافات والأفكار والفنون، سيحمل المنتزه بعد تطويره بعدا تنافسيا لافتا على مستوى المنطقة كمقصد مهم يعزز الرصيد السياحي للإمارة. بمواصفات عالمية رفيعة افتتحت شروق حدائق المنتزه بحلتها الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية شروق بتطوير المنشآت السياحية وإنعاش القطاع السياحي في الإمارة. لأخبار الدار مجد السويدي الشارقة.